أهلا وسهلا بالجميع. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. رمضان كريم للناس الكل. تقبل الله منكم الصيام والقيام. اليوم احنا موجودين في مدينة باجة وبالتحديد كيف ما شفتوا في بداية الفيديو في مخارق محل مخارق بتفاح الأحرش اللي موجود في باجة. المحل هذا بصراحة اللي يعتمد عليه خاصة على الواجهة التقليدية ويعتمد على الأرابيسك واجهة تقليدية ويعتمد على الأواني التقليدية التونسية خاصة النحاس. كما تلاحظوا أنه هذا المحل الأكثرية نتاعو يخدم بالنحاس التونسي. باش نحاولوا احنا من متابعة نتاع أعداد المخارق والزلابية ونعرفوا هل الأواني هذه اللي تشوف فيها بالنحاس شنو اللي قاعد يقدم فيها. دونك باش نبدا باول نحاسه او نحاسه كبيره شكون ينجم يكون معانا من الخيال يجاوبنا على النحاسه هذه شنو اللي موجود فيها بالضبط وعلاش الكميه هذه. دونك معانا الاخ سي علي بوتفاح. سي علي بوتفاح. سي علي، دونك دخلنا المحل شفنا حاجه ماهيش عاديه بالنسبه لكم، انتم تستعملوا في النحاس النحاس التونسي والكبر نتاع النحاسه هذه، حابين نعرفوا شنو هي اللي فيها. صح صح، هذه بنت عندي يوم وين اكبر منها. عندك امها الداخل باهي تو نشوفها باهي من برا وين تو نشوفها. هذه نطيبوا فيها العسل نخليوه بريسك ترفع حكايه خمسه سته شكايه سكر بالتطيب بستة سوايع بسبعة سوايع كاباسيتي تهز اكثر وحاجه صحيه صحيه حاليا نتاع الجدود. هذه في الحانوت عندها قريب ال 50 سنه قريب ال 50 سنه. دونك هذه الزلابيه نتاعكم تو مش نبدو مع خونا مش يهزنا من مرحله لمرحله نبدو نبدو الزلابيه مخارق منين نحب نبدو وين تحب تبدا تفضل تصور الزلابيه. هاي نبداو بالزلابيه تصور الناس كمال. هذه الزلابيه هذه زلابية تم عملية التخمير نتاعها قبل بنهار. دونك نشوفوا العجينة. هذه العجينة. نجيب العجين من هنا. هذه تعجن أمس. أمس في العشية. كل شيء طبيعي. معناها يلزمها ترتاح 24 ساعة. أقل شوية. أقل شوية. أقل شوية. يقول لها شوية كولورون معناها طبيعي. لا 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 نخدموا بالكركم نزيدوش كركم خدمة باجية زلابية نتاع باجة نخدموش بالكركم نخدموها افيك كولورون صحي 100% كيما هكا. نعم هذا الكولوران تستعملوه طبيعي طبيعي 100% المفيد ماهوش كركم. لا لا ماهوش كركم. من بعد نستحضر مع خونا كيفاش مش يبدا يرجل لنا في الوحدات الزلابيه. اكيد الزلابيه الاسوام نتاعو من الى كيف المخارق كيف الزلابيه قداش كيلو مثلا
من 1000 كيلو زلابية سمن ولا عادي ولا عادي عادي بالسمن فرق بالسمن 8000 زلابية ما يجيش فيها السمن زلابية ما يجيش فيها السمن معناها اللي يقول لك زلابية بالسمن يغلط فيك يغلط فيك دونك معنا الشيف سي يا ولد اختي كمال هذا سي كمال الشباب اللي حاط صنعه وهو صغير بفضل الله ما شاء الله عليه المحل هذا من انا عام 1963 اللي شكون اللي اسسه الاولاني؟ علي الاحرش الاصلاني جدي جدي في نفس البلاصه هذه قداش عندهم عام بالضبط؟ قريب 50 سنة لو قعدت في شهر رمضان المعظم كيفاش تبدو تخدموا تتبدل الريتم نتاعكم نتاع الحياة اليومية؟ نخدموا 24 على 24 موالفين نخدموا دوز كيف اما كي جات الظرف هذا الاستثنائي نتاع كورونا عافانا وعافاكم الله يفرج علينا امين يا ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاد بدلت برشا معطيات وكانت قبل باجا ضياف تجينا من كل بقعة كانوا قبل يجيونا حتى من الجزائر يجيونا شبانا من كل بقعة حس الاقبال معناها ما حس شوية ما الله يقدر خير ربي يقدر طيب شنو تعمل انت؟ انا غطسها في العسل الفرن وخليها تشرب شوية عسلها فرنية بعد يكون تخرجها تخسر اكتر من هنا بعد يكون دور بها سيلة قديش تاخذ وقت في العسل؟ لا قل 10 ثواني كيك 7 ثواني في ربنا عندك برشا في السنة السنة هذه ولا؟ ايه أكثر من أربع سنين؟ قوي لو خدمة تحب رجال خدمة تحب رجال خاطر فيها تعب وفيها وقت حاول ديما ما نكسروهاش اي انا تو نحبك تكسر لي كعبة حابة تشوف تتقرمش ولا لا هذا شوف البليونات اسكو الزلابية نتاعكم تتقرمش ولا لا؟ تتقرمش لا 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 نحب وين يقربحها يحب يقربحها نحب يترشخها شد لنا كعيبة كسر هنا خلينا نشوف ترى منا ولا منا كيف يجتوا جو حتى مش جديد اسمع سيدي اسمع مزيد شربع سنة لا وريني عيونها عيونها دور عيونها لا عيونها للكاميرا لا المقسومة المقسومة دور لي عينها من داخل زيد دور شي شوي شوي دور شي شوي دونك باش تعدوا تو للجزء الثاني لاختصاص المحل هذا اللي هي المخارق واليوم حاضرين باش تحضروا المخارق المدورة هكا ولا لا هو المعروف انه المخارق طويلة ولا دونك شنو هذا اللي هابط من فوق؟ هذه البات البات تاع شنو هذا؟ هذه البات سبيسيال تاع المخارقة تاع المخارقة سبيسيال تاع المخارقة سبيسيال اللي تخدم بالزيتونة وبالعذاب اسمع
هبطت حضرت العجينه لفوق هبطت دونك تو الخيان لهنا حضروا لنا المخارق المدوره اللي هي سبيسيال اليوم. شنو سبيسيال اللي فيه؟ زهر وعظم والسمن هكا نحب نعيشوكم الأجواء تاع المخارق والجبال اليابانية بصراحة. المحل يخدم برشا على النحاس التونسي من كل أوان المحاصرية. كعبت السيارة أضرب أي أنا حاسي أي فق بالي هذه كبيرة هذه عادية عادية استثنائية اللي هي سبيسيال هذه نورمال وهذه سبيسيال هول شاهوي الحمد لله قدم لنا روح سيارة كل شيء محمد محمد أي بعد امشي محمد نخير قيمة بيه انتو باش ليه لنا هذا نتكلف مع خوي لهنا بالحانوت في سير الايام تو حاليا تبيع في شهر رمضان نتعاون انا وخويا فما هو يكونترالي في الحانوت وكل شيء وانا نوقف على التعيينة ومع كيميات تاع رمضان باهي وعلاش مركز شادين الصحيح في الباسكولا هذه نحاس البركه هذيك معاها مازالت وين الالكتروني ما عادش يمشيش لهنا البركه تمشي مع الحاجه الاصاله نتاعنا اصل تركزوا برشا على تركزوا برشا على النحاس احنا حاجه تاع الحاج ما نحبوش النحاس هذه موجوده من قبل اي قديش كيلو المخارق من سبيسيال والمخارق العادي 8000 وعندنا سبيسيال 9000 وعندنا سبيسيال بالفاكهه 10000 10000 خويا العزيز تفضل مرحبا بك يعيش بك خويا ارطل الزلابي وطل المخارق وطل الزلابي وطل كل واحد وحده ولا حطهم مع بعضها ارطل ارطل مع بعضها ارطل سبيسيال ولا عادي عادي تفضل طب بدينا نقلبوا في المخارق هكا ولا توقيت باش تعملوا بالنسبه لرمضان خدمه برشا بالنسبه للنظافه نتاع الاواني هذه نتاعكم عندنا ايكيب نتاع تنظيف عندنا ايكيب سبيسياليتي نتاعها تنظيف 24 ساعه عندنا اختصاص نتاعهم ينظفوا معهم ينظفوا التوجن ينظفوا الارضيه حول الله تشوف حانوت ما شاء الله والاواني الفخاريه الفخانيه شنو فيها؟ علاش معناها شنو الحكمه فيها؟ هذيك تحط فيها المخارق خليها تبرد من بعد تسكرها تصبر كي الملوخيه تبقى حتى بالاربع ايام البوم نتاعها هي فخيه ديما فما شكون يجي يهزها والله وصلت حتى لكندا هذيك عندنا شكون يهزها ويسافر بها معناها قادرين نصدروا احنا نفرقوا الزبيب نتاعنا اللي كان فما امكانيات تنجم تهز المرسيليا تهز الجنة لا لا معناها عندنا شكون يصدر معناها مختص في تصدير الفرق ولا مش في بالك ان شاء الله ان شاء الله تتطور ان شاء الله تتطور برشا معارض خدمناهم نيفو انترناسيونال خدمنا حتى في كازا بل خدمنا معارض في فينيس باهي تعرفش اصل الزلابية منين؟ والله يقال انها زلابية خلينا من الفرق الزلابية شوف الزلابية اصل الزلابية هي تتعدد
الأساطير والحكايات، لكن يقال أنه ضابط تركي هو اللي جاب زلابيا الباجة، ضابط منشق على الجيش العثماني قبل، جاء وخدمها لهنا في باجة وجمعت غمراس يقولوا راي متاعنا وجمعتنا بالرأي. تعرف اللي في الهند ثم زلابيا؟ أي موجود موجود باكستان، والاسم نتاعها لابيا نفسه. لابيا لابيا جلا لا جلابيا ولا هاش كيف نحكي جلابيا احنا بتبدل كيف وصلنا زلابيا علاش ما في الشرق يقولوا زلابيا زلابيا. دونك كنا عايشنيكم اليوم المراحل اللي تاع المخارق وزلابيا، باش نحاولوا نشوفوا المخارق كيفاش باش تهبط. تو براسي باش تهبط واش اسمه هذا تحديدا؟ هذا ايش اسمه النحاس؟ الينوكس. واش اسمه؟ واش يسموه انتم؟ احنا نسموه صفور. صفور اسمه نحاشو. علاش هو اسمه صفور؟ باهي الانسان قداش ينجم ياكل مكعبة زلابيا صحيا؟ سبيسيال ولا عادي؟ مخارق ولا زلابيا؟ مخارق مخارق. مخارق راهو حتى يبدا شكون لا قدر الله مريض ولا حاجة ينجم ياكل مخارق بلاش سكر. مخارق؟ عندكم مخارق بلاش سكر؟ لايت. باش حلو؟ باش تحلوه؟ من برا. من داخل. فهمتك، معناها شوية سكر بري. ياكل وما تخافش منه. وتو ندوق منها تو. دونك المحل تعرفوه في باجة وسط سوق باب جنيس، على باب جنيس هكا ولا لا؟ نهج شنو هذا؟ نهج خير الدين. نهج خير الدين اللي يحب يجي الباجة يعمل تنقيزة بعد خويانا في المخارق وزلابيا الشهية هذي. تعدوا للي يعسل في المخارق شباب اسلام شنو دورك؟ اي غطفوا المخارق لنا. اي تشرب عسلها. اي بعد تحطوه في كاسكيس تسكر في الدير. اي نقدموه للناس. معناها تو عندنا كميه داخل مش تحرجها ولا لا؟ لا نستنوا نستنوا ساعة حتى الجماعة اللي حضروا لنا المخارق والزلابيا نتاعنا. دونك هذيك القلة اللي كنا شو اسمها؟ وش اسمها هذيك؟ ولا شو اسمها؟ برما. برما، اي برا سيدي برما ولا تبسي ولا اللي هو. طيب مش عباها بالمخارق هذيك؟ اي. اي سيدي. تظن هي قبل المخارق اللايت حضرت. كيف تشوفه ما عندك؟ شوف سيدي صفوتي قبل صفوت. ها؟ اوكي. هذه اللايت. دوب ما يغطسها يخرج. اي. نكهتك احلى دراكه. شكون؟ 5 كيلو هذوك كنا خص 5 كيلو 3 كيلو 2 كيلو شحف و 3 كيلو عندنا نتاع 2 كيلو عندنا نتاع كيلو ونص. ايوا نهو كل قدر وقدر كل قدر Thank you.
طاك نتصور هذا اليوم تاعنا في مدينة باجة باب الجنايز في محل مخارق بتفاحة لحرج. إن شاء الله يكون المتابعة تاعنا عجبتكم، تكون مطولة شوية. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. رمضان كريم على الناس الكل. جامني بارتاج، ابونيفو في قناة تاعنا اشتراك. يعطيكم الصحة. دونك هذا الفيديو اليوم بالنسبة لينا احنا، هذا جو باجة. إلى لقاء قريب في فيديو آخر من نكت بلادي إن شاء الله، وما رضا الله إلا برضا الوالدين.